السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في هذه المرحلة الجديدة من مراحل لعبة برين تيست. إذا لم تكن من المشتركين فرجاء الضغط على زر الاشتراك والانضمام إلى عائلتنا. اجعل الشكل السادس يتبع النمط. لدينا مجموعة من الأشكال هنا، وفي كل مرة يحدث تغير على الشكل الذي يلي الشكل الأول، لذلك علينا معرفة كيف سيكون الشكل الأخير أو السادس الذي ليس عليه نقط سوداء. إذا رأيتم أن الشكل الأول ففيه 7 نقط سوداء، ثم تختفي نقطة واحدة في الشكل الثاني، ثم في الشكل الثالث تختفي نقطة واحدة أيضا، وهكذا إلى أن نصل إلى الشكل السادس الذي ستكون فيه هاتين النقطتين فقط. نلتقي في مرحلة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.